مهمة جدا، مهمة جدا. أولا أنت بتستعيد ثقة العالم الخارجي، سواء كان العالم السياسي أو الأوساط المالية والاقتصادية، وده مهم جدا. وأعتقد أنه البرلمان وإقامة الحياة الديمقراطية كان شرط من شروط الأوساط الاقتصادية والمالية والسياسية في العالم لكي يستعيد الثقة في مصر اقتصاديا وسياسيا. فالخطوة اللي احنا مقدمين عليها ومقبلين عليها ما فيش شك انها خطوة مهمة. تأثير وجود برلمان على القرار الاقتصادي والقرار السياسي أعتقد أنه تأثير إيجابي للغاية. نحن في حاجة للاستماع إلى الآراء المختلفة، نحن في حاجة إلى أن نوزن ما بين الاقتراحات المختلفة. شوف نتكلم عن اقتراحات قوانين أو حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نواجهها، وأعتقد أنه شيء مهم. والحقيقة أنا شخصيا سعيد وأنا جاي النهاردة لأنه بنستكمل الخطوة الثالثة لخارطة الطريق. كم كنت أريد أن أرى زحاما أكبر وإقبالا أكبر ومشاركة أكبر في بناء الوطن، لأن إحنا بنبني النهاردة الوطن ونحن في حاجة للاستماع إلى كافة الآراء. الحديث يجب أن يوجه إلى الخارج ويجب أن يكون حديثاً علمياً مقنعاً، وأنا بقول أن يجب أن ندعو الوفود الأمنية من الدول المصدرة للسياح لكي يقفوا على الواقع، لكي نستمع إلى آرائهم ونستمع إلى اقتراحاتهم ونأخذ هذه الاقتراحات مأخذاً جد. يجب أن نحترف إنه عندنا تقصير، أرادنا أم أبينا عندنا تقصير، وإن لو ما كانش عندنا تقصير قطعا في ما هو أفضل للحفاظ على الأمن والاكتساب ثقة السائح الأجنبي. مرة أخرى لازم نبطل نكلم بعض، نبطل هذه المهرجانات ونتوجه إلى الخارج لإقناع الخارج أن احنا قادرين على حل ذلك. شكرا.